تصدير الجملة وتم يعني إخراجه في المحيط ديال مدينة الدار البيضاء وقف واحد الوضعية إلى سنة 1996 تم الكراء ديالو واحد الشركة سميتها دين قبل أن تكون في ملكية من الملك حاليا. إذا هذا 96 تم من جديد العقد بعد فسخه في سنة 98 تم تجديده في سنة 2002 من أجل أن يكون هناك مركب مركز تجاري مقابل التزامات في الاستثمار وفي الأتاوات التي تطلقها الجماعة. أؤكد لكم أن جماعة الدار البيضاء لم تتلقى أي شيء من هذا الملك والتجديد الجماعي منذ سنة 97 كما ترون. إلى أن جاء المجلس سنة 2013 ووقف على عدم التزام طرف متعاقد معه أي الشركة بأي بما كان ملتزم به من التزامات على المستوى الاستثماري. بل بالعكس قد تدهور الحالة ديال البناية واللي نحن مصنفينها على أساس أنها من التراث ديالنا المعماري. تنفيذ قانوني تم باحترام مقررات المجلس، باحترام الاحكام القضائيه في صالح الجماعه، باحترام مقتضيات تصميم التهيئه. واليوم غيتفتح التنافس ما بين المستثمرين بما فيهم السي الشعبي، الا بغى يقدم العرض ديالو مرحبا به. ذاك حكم ما توصلناش به في الاجال ديالو، تنفذ الحكم اللي في صالح الجماعه اللي هو اقوى و حكم ديال المحكمه استئنافي اللي كياكد بانه المقرر ديال المجلس الذي يقضي بفسخ العلاقه ديال مع الناس اللي كيستغلوا المرشد القرو القديم انه ما شملوش البطلان، ويعني ان الطلب الالغاء ديالو مرفوض، وبالتالي كان مقرر المجلس ساري مفعول. نضاف ليه ثانيا متطلبات تاع تصميم التهيئه اللي هو بمثابه اعلان منفعه العامه، وثالثا انه هذا الشيء كيتماشى مع الحاجيات وانتظارات تاع الساكنه تاع مدينه الدار البيضاء، ورابعا حنا ملتزمين سواء ما يتعلق بالمرشد القرو القديم ولا المركب الرياضي دزناتا ولا مركب التنس مولاي رشيد ولا غيره من المرافق اللي غيتم ان شاء الله استرجاعها قريبا، اننا غنفتحوا باب التنافس وفق قواعد الشفافيه وفق دفتر تحملات مصادقه عليها من طرف المجلس اللي كتعكس الاختيارات ديالو. واللي بالمناسبه المقررات تاع ديال فسخ العلاقه لا مع الناس اللي كيستغلوا مرشد القرو القديم ولا غيرهم من المرافق كانت تتم وتتخذ بالاجماع، باجماع جميع المكونات السياسيه. واليوم هاد دفاتر التحملات التي يتم يعني اعتمادها من قبل المجلس ايضا يتم اعتمادها باجماع مكونات المجلس. وهذه رساله لكل المستثمرين، اننا نريد لهم ان يستثمروا بنفس الشروط ونفس المواصفات اذا كان مقرر ديال الجميع، وهذا من يشجع التنافس على المستوى. ملي خدينا الرخصه من 2009 يعني تقريبا اربع سنين ولا خمس سنين حنا تنشروا في الرخصه، ملي خدينا في 2009 وديك الساعه بداوا المشاكل. ديجا خديناها وما خديناش الحقيقه لان ما متفقينش معنا، تيقول لك لا سيدي المهم شي مسائل اللي نهائي ماشي شغلهم. يلاه بدينا تنسمو ويخرج القرار هذيك الساعه ديال حق هذا المقر. ديك الساعه الله اعلم شنو كان وقع، مي خرجت واحد اللائحه ديال 6 و7 محلات في الدار البيضاء معطيين بحق الاستغلال حنا فيهم. تماك باش حنا مشينا طعنا قلنا ودي حنا ماشي حق استغلال، حنا عندنا ان باي كوميرسيال، عندنا عقد كراء. هذا كلام، هذا خطاب سياسي سياساوي فضفاض ديال حقا، راه حنا شوفونا راه ما درنا والو غير تنسترجعوا الملك العمومي. الملك العمومي هو الملك العمومي للدوله، هذاك المارشي كريو ماشي ملك عمومي مادام تعطى الكراء. دونك مابقاش تيخضع للقانون ديال الكراء، يعني لي بو كوميرسيو اللي المحكمه دايور ديال التجاره هي اللي مكلفه بهم. يمكن يقولوا عندك يتهرس عندك هذا، اما باش يقول لك ديالنا اولى بالاحرى بحال اللي داروا اتفقوا انهم غيديروا فيه الله اعلم اش داك النشاط، ما عندهمش الحق. المكري لمواليه ما عندهمش حق يقيسوا، تيحاولوا باش يبينوا بان راه ما عندنا حتى حاجه مع الشعبي حق. راه هذا السجيد، القرار ديال سجيد وقفناه على يد المحكمه، فاتح سبتمبر نهائيا، ها هو عندي هنايا فاتح سبتمبر 2016 حكم قطعي بايقاف تنفيذ القرار المطعون فيه مع النفاذ المعجل. دونك صافي هذاك فضه، انتهى هذاك القرار، هو
الرئيس الجديد جاب قرار دابا ديالو سماه رقم واحد ديال فبراير، هو اللي باغي ينفذ، هو اللي جاب السلطه باش ينفذه. فداك العشيه بيسكو جاو قلنا ليه ودير احنا هذا الشيء عندنا ايقاف، قال لك لا والو غادي ننفذ عليكم. فديك الساعه مشينا تنجيو للمحكمه ودرنا دعوه استعجاليه، وفي اخر نهار يعني مع ديك الثلاثه العشيه تنظن جانا القرار ديال المحكمه ان مره اخرى ايقاف على ما يتفك المشكل اللي هو ديجا مطروح وساير في المحكمه. ورغم هذاك الشيء حضوريا يعني كانوا حاضرين هما ولا المنتي ديالهم ما تيهمش، ورغم هذاك الشيء ورغم قرار المحكمه اختاروا انهم يقتحموا المحل. قاعد الناس ظلمونا وما خلصوناش حقا، ايبا ما عندنا ما نخلصوا لحد الساعه، بيسكو العقد ديال الكراء ديالنا اللي وقعوا عليه كاملين ما فيهم الوزير ديال الداخليه، ان الكراء تبدا يتعطى ابتداء من فتح المركز التجاري. ما يمكنليش انا يلاه مازال تنرمم وعندي عامين وثلاث سنين ربع سنين خدمه وتخلص الكراء، هذه ما كايناش. دونك عادي انني نخلص من مور ما نسمو. دونك هنا كذبوا. والكذبه الثانيه والحاجه الثانيه ان مثلا مستحقات ديال الرخصه، باش بغيت نطلب رخصه باش نبدا نرمم، اي با هذوك المستحقات خلصتهم لهم اكثر من 20 مليون ديال السنتيم، 201000 درهم. حنا في اخر المطار يقولوا لهم ودي بغيتوا المحل الله هذا، ولكن هذا الكلام ديال القاضي، ولكن خصكم تعوضونا. وداك الشيء علاش القاضي دار خبره امر بخبره، والتقرير ديال الخبره راه توضع وراه تعطى لهم، راه توضع للمحكمه وراه تعطى لهم.